الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم معرفة، هذا هو المقطع 39 بعد 100، مقدمة في علم الاحتمال الجزء الثاني، تحت عنوان مبدأ الاستقلالية والاحتمال المشروط. Introduction to Probability Theory Part 2 Concept of Independence and Conditional Probability. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة الطلبة الأحبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في أرجاء وطننا العربي بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. مفهوم الاستقلالية Concept of Independence. قدمنا في الجزء الأول أو واحد من نظرية الاحتمال التعريفات والقواعد الأساسية للاحتمال مع بعض الأمثلة التوضيحية. أرجو من أحبتنا الطلبة المتابعين أن يرجعوا إلى ذاك الجزء حتى يذكروا أنفسهم بالقواعد والتعريفات الأساسية. أما في هذا المقطع وهو الجزء الثاني من النظرية، فنقدم بإذن الله تعالى مفهوم الاستقلالية Concept of Independence والاحتمال المشروط Conditional Probability، واستعماله وتوظيفه في الحياة العملية والنظريات الاقتصادية والقياسية. يقال بأن الحدثين A و B مستقلان independent. A و B مستقلان، حدثان مستقلان independent events A و B. إذا كان هذا الشرط، إذا كان وقوع أو عدم وقوع أحد الحدثين لا يؤثر في وقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر. فإذا كان الحدثان مستقلين فإن احتمال وقوع تقاطعهما، التقاطع نتحدث الآن احتمال تقاطع A مع B يساوي احتمال A مضروب في تقاطع في احتمال B. إذا كان الحدثان مستقلان فإن احتمال وقوع تقاطعهما هو probability of A تقاطع B يساوي احتمال A مضروب في احتمال B. هذا احتمال تقاطع، وهذا حاصل ضرب الاحتمالين. أما احتمال وقوع اتحادهما فهو احتمال اتحاد A مع B يساوي احتمال A زائد احتمال B مطروحا منه احتمال A تقاطع B. هذا احتمال اتحاد الآن حاصل جمع الاحتمالين، لكن مطروح منه احتمال تقاطع الحدثين A و B. مثال، نفترض أن الحدث A يرمز إلى طلبة قسم الاقتصاد في الجامعة. إذا الحدث A يرمز إلى طلبة قسم الاقتصاد في الجامعة، وأن الحدث B يرمز إلى المدخنين منهم. هنا عدد وهنا عدد أكيد. فاحتمال A اتحاد B طلبة الاقتصاد كإيفنت A متحد مع الإيفنت B اللي هو المدخنين، فيساوي بالحالة هاي احتمال A زائد احتمال B مطروحا منه احتمال تقاطع الحدثين. احتمال اتحاد يساوي حاصل جمع الاحتمالين مطروحا منه احتمال تقاطعهما. بافتراض أن الحدثين مستقلان، إذا افترضنا أن الحدثين مستقلان فإن احتمال تقاطع A مع B يساوي احتمال A مضروبا في احتمال B. هذا احتمال التقاطع، وبكون النتيجة النهائية حاصل ضرب الاحتمالين. بناء على ذلك فإن، أرجو ملاحظ ذلك بانتباه، احتمال اتحاد A مع B طلبة الاقتصاد الحدث A B المدخنين يساوي احتمال الطالب من الاقتصاد زائد احتمال الطالب المدخن مطروحا منه احتمال الطالب الاقتصاد مضروبا في احتمال المدخن. تتمة المثال، بالتحديد إذا كان احتمال اختيار طالب اقتصاد 50% رقم، يعني اخترنا بطريقة عشوائية اعتباطية، وكان احتمال اختيار طالب مدخن 10% فإن احتمال A اتحاد B يساوي 50% زائد 10% مطروحا منه تقاطع الحدثين، وبالتالي النتيجة النهائية 55%. إذن احتمال اتحاد الحدثين A و B النتيجة بالنهاية بتكون 55%. تمثل هذه القيمة احتمال اختيار طالب من قسم الاقتصاد أو طالب مدخن أو طالب مدخن. فعلا هذا الآن الحدث طلبة الاقتصاد، هنا الحدث الثاني B الطلبة المدخنون، وبالتالي التقاطع هنا طلبة الاقتصاد المدخنون. فبالحالة هاي يكون 50%
زائد 10% كاحتمال انه يكون مدخن، لكن طرحنا منه هذا الجزء وهو 50 ضرب 10 50% طبعا ضرب 10%، فبكون النتيجة النهائية هاي زائد هاي يساوي 55%. طلبة الاقتصاد فقط لحالهم مطروح منه هذا الجزء، والطلبة المدخنون مطروح منه هذا الجزء يساوي 55%. الاحتمال المشروط، ترتبط الأحداث مع بعضها بعضا في كثير من الأحيان بحيث يؤثر وقوع أحدها على الآخر. فلو افترضنا مثلا أن طالبا قد نجح بامتحان الاقتصاد الكلي ورغبنا بمعرفة احتمال أن تكون علامته أعلى من 90 وهو الحدث A، فإن الاحتمال في هذه الحالة هو احتمال مشروط بالنجاح، وأن العلامة أعلى من 90 وهو الحدث B. لاحظوا الآن، يعني لو افترضنا أن طالبا قد نجح والثاني أنه علامته أكثر من 90، وبالتالي الآن الحدث المطلوب معرفته هو A. إذا علمنا بوقوع الحدث B، فالمطلوب معرفة A إذا علمنا بوقوع الحدث B. نكمل. يسمى التوزيع الاحتمالي في هذه الحالة probability distribution، في هذه الحالة التوزيع الاحتمالي المشروع conditional probability distribution أو الاحتمال المشروط كما ذكرنا، وتستخدم الصيغة التالية للتعبير عنه: احتمال أن يقع A إذا علمنا بوقوع B تساوي طبعا النتيجة احتمال A تقاطع B مقسم على احتمال B، احتمال تقاطع A مع B مقسم على احتمال الحدث B. في حدث الطالب الناجح ترمز A لحدث العلامة أعلى من 90 وB لحدث أن الطالب قد نجح في الامتحان، وتقرأ احتمال وقوع الحدث A إذا علمنا أن الحدث B قد وقع فعلا. نكمل المثال. مثال على الاحتمال المشروط لتجربة حجر النرد. رمي حجرا للنرد أو حجر نرد مرة واحدة، وكان مجموع العددين الحاصلين فرديا. إذا رمي مرة واحدة حجران نرد رميا مرة واحدة وكان مجموع العددين الحاصلين فرديا، فما هو احتمال أن يكون المجموع أقل من 8؟ لا، أعتذر عن هذا الخطأ الطباعي هنا، ورمي حجران من النرد مرة واحدة وكان مجموع العددين الحاصلين فرديا، فما هو احتمال أن يكون المجموع أقل من 8؟ الحل أو الإجابة: نفترض بأن الحدث A يمثل المجموع أقل من 8 والحدث B يمثل المجموع الفردي، ما يعني بأن فضاء العينة S يتكون من 36 عنصرا، أقلها 2 وأعلاها المجموع 12، لأنه عندي حجرين، يعني رمي الحجران، طبعا أقل رقم 1، فإذا يعني بكون أقل حاصل جمع للرقمين الحاصلين 2 وأعلى رقمين 6 زائد 6 12. فإذا بكره، ما يعني بأن فضاء العينة S يتكون من 36 عنصرا، أقلها المجموع 2 وأعلاها المجموع 12، لكن في 36 الآن زوج مرتب. إذن احتمال A أن يكون المجموع أقل من 8 إذا علمنا أنه B الحدث اللي هو المجموع يكون فردي، يساوي احتمال A وB مقسم على احتمال B، وبالتالي هذا احتمال مشروط، هذا احتمال حدث A. إذا علمنا بوقوع الحدث B يساوي احتمال A وB مقسم على احتمال B. احتمال تقاطع هذين، الإجابة تكون احتمال A وB يساوي احتمال 3 زائد احتمال 5 زائد احتمال 7، لأن كل هذه الأعداد فردية أو الأرقام فردية وهي أقل من 8 كما ذكرنا، ويساوي طبعا احتمال 3 2 على 36 زائد احتمال 5 4 على 36 زائد احتمال 7 6 على 36 ويساوي ثلث، اللي هي 12 على 36 ويساوي ثلث. أما احتمال الحدث B فهو احتمال، الآن الحدث B يساوي نصف احتمال الحدث B فقط لحاله، B اللي هو اللي ذكرنا أنه المجموع فردي يساوي 50% اللي هي 18 من 36 دائما فردي، ما يعني بأن الإجابة النهائية بيكون احتمال A، إذا عرفنا احتمال وقوع إذا عرفنا بأن B وقد وقع يساوي ثلث مقسم على نصف ويساوي ثلثين.
أي يعني تقريبا 67%. إذا كان الحدثان A و B مستقلين فإن الصيغة الاحتمال فإن صيغة الاحتمال تتحول إلى احتمال غير مشروط. إذا كان الحدثان A و B مستقلين فإن صيغة الاحتمال تتحول إلى احتمال غير مشروط، وذلك لأن وقوع أحد الحدثين لا يعطي معلومات إضافية عن وقوع الحدث الآخر، وتكون الصيغة الرياضية أو الرياضياتية كما يلي: احتمال A إذا علمنا أنه B قد وقع يساوي احتمال A و B، احتمال A عفوا تقاطع B قسم على احتمال B لأن الحدثين مستقلين، فيصبح الآن احتمال B احتمال B A ضرب احتمال B قسم احتمال B ويساوي احتمال A لأنه هذا انشطبت، احتمال B منطرح يعني بنشطب مع احتمال B هاي في المقام هاي في عفوا في البسط وهاي في المقام، فيبقى عندي احتمال A لحالها. مثال على التقاطع والاتحاد والاحتمال احتمالات وأو، يعني هنا التقاطع والاتحاد والاحتمال احتمالات وأو. يحتوي الجدول الآتي بيانات افتراضية عن أعمار وتخصصات مجموعة من الطلبة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. من هذه المعلومات نستطيع تحديد تقاطع أو اتحاد المجموعات المختلفة والمجموعات المتممة. هذا الجدول الآن عندي فئة العمر، الفئة A من 18 إلى 20 سنة، الفئة B من 21 إلى 23، الفئة C من 24 إلى 26، الفئة D والأخيرة من 27 إلى 29. والتخصص اقتصاد يرمز له بالإي بالحرف إي، المحاسبة F، إدارة الأعمال G، إدارة عامة H، مصرفية ومالية I، تسويق L، وهكذا المجموع. الآن مجموع الأعمار الفئة A 493، مجموع الأعمار الفئة B 357، مجموع أعمار الفئة C 253، وأخيرا المجموع أعمار الفئة D تساوي 84، فالمجموع للاقتصاد 289، مجموع طلبة المحاسبة 131، مجموع طلبة إدارة الأعمال 193، مجموع طلبة الإدارة العامة 248، مجموع طلبة المصرفية والمالية 239، وأخيرا مجموع طلبة التسويق 87، فبكون المجموع أفقيا وعموديا يجب أن تساوي 1187. نتمم المثال ونكمله. تم اختيار طالب من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بطريقة عشوائية. بطريقة عشوائية. نرجع إلى الجدول هنا. ما احتمال أن يكون عمره من الفئة A؟ لاحظوا لي احتمال أن يكون عمره من الفئة A. طبعا معروف أنه 493 مقسم على هذا وتساوي الإجابة طبعا probability of A تساوي 493 مقسم على 1187. هذا طبعا بذكرنا بتعريف الثاني الاحتمال وهو relative frequency أو التكرار النسبي للاحتمال. فعندي هنا تكرر احتمال الـ A اللي هو الفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة 493 مرة من المجموع 1187، فبكون 41.53% من 100. السؤال الثاني تقاطع المجموعتين A و E. A مع E. لاحظوا لي A تقاطع A مع E. يعطي طلبة الإقصاد ذوي الفئة العمرية 18 إلى 20 هنا. سنة ومجموعه 150. 150 طالب، إذا احتمال أن ينتقى، إذا هاي الـ K1 اللي هي الجمع الأولاني تساوي جمع أو خلينا نقول يعني العدد هذا A تقاطع E، A تقاطع E وتساوي 150، أي عدد الأشخاص اللي من الفئة A وأعمارهم من عفوا أعمارهم من الفئة A وهم تابعون للاقتصاد الفئة A تساوي 150 طالبا من الكل. هي ترمز A تقاطع A N في يعني لأن عدد هنا عدد لA تقاطع A إلى مجموع تقاطع A إلى مجموعة مفردات تقاطع المجموعتين E و A وهم 150. تقاطع المجموعتين E و D هلا E مع D لاحظوا لي 17 طالبا، أي أن المجموع هنا
مجموع أو عدد تقاطع الـ E مع D يساوي 17 طالبا. نتمم تقاطع المجموعة I مع C. I الآن مع C 62 طالب المجموع. اتحاد المجموعتين A و E. هاي المجموعة A مع E تساوي اتحاد. هلا نقول A هاي A مع E وتساوي 289 زائد 289 هنا زائد 493، لكن مطروح منها 150 لأنه التقاطع تكرر أكثر من مرة، فلا نأخذه إلا مرة واحدة، فنأخذه إما أفقيا أو عموديا. وبالتالي الآن 289 زائد 493 نطرح منها 150 لأنه تكررت مرتين، فنأخذها مرة واحدة، فبكون بالحالة هاي اتحاد المجموعتين A و E 662. واقترحنا 150 وهم طبق ذوي من ذوي فئة العمر 18-20 حتى لا يتكرر حسابهم، ويمكننا كتابة ذلك كما يلي. هاي المجموع الرابع طبعا، مجموع الـ A زائد مجموع الـ B مطروح منه مجموع الـ A والـ B تساوي 632. ما هو احتمال اختيار طالب من إدارة الأعمال أو الإدارة العامة ويكون عمره من الفئة C أو D من الفئة؟ لاحظوا لي الآن السؤال بحذر. ما هو احتمال اختيار طالب من إدارة الأعمال، إذا إدارة الأعمال أو من الإدارة العامة، أو من الإدارة العامة، من إدارة الأعمال، ويكون عمره من فئة D أو C؟ بالنظر إلى الجدول نجد بأن هي تقاطعات G و H، تقاطعات G و H مع C و B. الآن الجواب تقاطع، لا، احتمال تقاطع G اتحاد H مع تقاطع طبعا مع B اتحاد C تساوي 63 طالب زائد 50 طالب. 63 لاحظوا الآن احنا نتحدث الآن عن جي 63 طالب، من احنا انه حددنا الفئه العمريه هلا، و50 طالب الفئه العمريه لانه بي وسي بي وسي، ان يكون اداره عامه او اتش طبعا اللي هي اداره عامه او اداره اعمال 77 طالبا، 61 مقسم على المجموع يساوي 251 على 1187 بيكون الاجابه النهائيه تقريبا 21% و2 بالعشرة تقريبا 21 و2 بالعشرة%. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن المتغير العشوائي random variable وكيف نتعامل معه في إطار نظرية الاحتمال. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.